معنا. اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، بنتكلم عن اخر حوارات وفقرات برنامج هذا الصباح لهذا اليوم. بنتكلم عن الفكر المستنير، والفكر لا يواجه الا بالفكر، والافكار هي فعلا لا تواجه الا بالافكار. وشفنا يعني عناصر من الذين كانوا يقومون بهذه العمليات الارهابيه سابقا اصبحوا من علماء الفكر حينما اقتنعوا بانهم كانوا على خطا، وسموا الموضوع ده اسمها المراجعات الفكرية. المراجعات الفكرية ان كل واحد يراجع افكاره اللي كانت فيها، ودي قامت بها عدد كبير من الجماعة الاسلامية، وتابوا وانابوا وعادوا الى الوطن، والوطن تقبلهم بصدر رحب جدا، ما كانش فيها اي مشكلة ابدا. لكن في الفترة اللي جاية والفترة السابقة او منذ ايام قليلة تعود طبعا منذ عزل الرئيس المعزول محمد مرسي، شفنا قد ايه عمليات ارهابيه في الشارع، وقد ايه في شباب مضلل، وقد ايه اقتنع بالافكار الغير صحيحه واللي ما كانتش في مكانها ابدا في يوم من الايام. لكن للاسف ما كانش في حد يوعيهم، ما كانش في حد يقول لهم على الافكار المستنيره، فبالتالي كانوا مضللين. اذا وجب علينا في هذه اللحظه بعد انتخاب رئيس جديد، وبعد وجود رئيس ديمقراطي وانتخب على اسس ديمقراطيه، ان يكون عندنا جماعه دعويه او جماعه فكريه توعي بماذا يجري من مجريات في الشارع، وان هناك افكار مغلوطه، هناك تهاني حاره من شيخ الازهر والالتفاف حول الرئيس الجديد عشان يقوم بالمهمه الخاصه به، كذلك هناك كانت تهنئه ايضا من مفتي الديار المصريه دكتور شوقي علام اللي اكد فيها ان لابد من الالتفاف حول الرئيس الجديد لانه انتخب بغالبيه الشعب، فهذا واجب شرعي من الجميع ان يلتف ويسنده في مشواره الطويل جدا اللي هيبداه بعد خطوات قليله جدا. بالتاكيد بشكل عام يعني الالتفاف حوالين الرئيس الجديد والقياده الجديده، وايضا دور الازهر في المرحله القادمه لمواجهه الافكار المتطرفه لاعاده مكانه الازهر من جديد، نقاط كثيره جدا حول الخطط المستقبليه في هذا الاطار هنتحدث فيها مع ضيفنا الكريم الدكتور علوي امين من علماء الازهر الشريف. السلام عليكم. طيب احنا قبل بس ما نخش في الحوار خلينا هنلقي نظرة سريعة كده من خلال تقرير عدناه عن هذه الإشكالية والخطط المستقبلية للأزهر الشريف. تفضل. من أشد الأزمات التي نتعرض لها اليوم ظاهرة الفتوى بغير علم والاستغلال السياسي للدين، والذي كان سببا في شيوع الفتنة والمفاهيم المغلوطة وقتل الأبرياء. ولم تكن تلك الفتاوى المثيرة للجدل وقفا على تكفير المسلمين وتحريم الانتماء أو العمل بمؤسسات الدولة، ولكنها تعدت ذلك إلى الإفتاء بحرمة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتبعه من هو أكثر تطرفا منه أفتى بجواز قتل حماة مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة. الأزهر من جانبه وفي محاولة لمواجهة هذه الفوضى حدد 20 عالما فقط للفتاوى عبر الخاصة، مؤكدا أن هؤلاء هم الوحيدون المخول لهم بالإفتاء عبر الفضائيات، وستتم مقاضاة القنوات غير الملتزمة بتلك الأسماء. الأزهر أكد أن هذا التوجه يأتي كرد فعل على فوضى الفتاوى الفضائية التي أضرت بالمجتمع المصري، سواء كانت هذه الفتاوى صادرة عن بعض المنتسبين للأزهر ممن يبحثون عن الشهرة والمال وإثارة الجدل من خلال إصدار فتاوى شاذة، أو من خلال مجموعة من الدخلاء على الساحة الإفتائية من خارج الأزهر ممن أصدروا فتاوى يندي لها الجبين، والنماذج على ذلك كثيرة. الأمر لن يقتصر على هذا، بل إنه سيمتد إلى كل الصحف سواء القومية والمستقلة أو الخاصة، ليكون تواصلهم في التعرف على حكم الشرع في أي قضية مع هؤلاء العلماء المتخصصين للرد على أسئلة الجماهير والإعلاميين، وبالتالي يتم منع استضافة كل من تثير فتاويه الشاذة الجدل داخل المجتمع. اهلا بكم جديد، مره اخرى بنرحب بضيفنا الكريم الدكتور علوي امين من علماء الازهر الشريف. فضيله الشيخ، يعني بدايه فوضى الدعاوى المنتشره، خلينا نبتدي من الاشكاليه اللي بتقرب الجميع الحقيقه، يعني واللي يمكن بينساق وراها، لان للاسف احنا شعب عندنا نسبه اميه ونسبه جهل كبيره جدا، فبينساق والفكر الديني مؤثر فيه يعني. بالضبط، كيف يمكن مواجهه هذه الفوضى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ أولا فأهنئ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقضاء مما قدموه لهذا الوطن بانتخابهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأحمد الله أن الرجل استمع لأمرنا عندما قلت في لقاء نحن نأمرك ولقد من الله علينا به إن شاء الله. هذه واحدة. فوضى الفتاوى سببها أن بعدنا عن كتاب الله، وسأقرأ لك آيتين من كتاب الله لو أن من أقدم على الفتوى عرفها ما تقدم لحظة، فإن أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. اسمعي معي إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، لاحظوا في الآيات القادمة تحريم الله سبحانه وتعالى. قل إنما حرم ربي واحد الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. لاحظ الآية القادمة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نتجرأ على الله ونقول ما لا نعلم، والله حرمها وجعلها قرينة بالشرك وقرينة بالإثم وقرينة بالبغي وقرينة بالفواحش. فسبحان الله، هل من مفتن بعد هذه يستطيع أن يتكلم بلفظ واحد؟ يقول البعض إنما نحن مسلمون ولنا الحق في الفتية. أقول لكم ما قال الله سبحانه وتعالى مخصصا لأصحاب الفتوى الذين يقدرون عليها، أن يدرسوا وأن يتعلموا وأن يقولوا على الله قول الحق. اسمعوا إلى هذه الآية الأخرى، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية واضحة، ليس كلنا يستطيع الفتية، بل صاحب الفتية من درس وتعلم وتكلم وعلم أن لله حقا ثم علم أخيرا أنه ينطق عن الله. يعني فضيلة الشيخ، من أفتى بغير علم فهو في النار، يعني مش في النار بس، كلمة واحدة يعني. أنا اديتك آيتين من القرآن هم. الذي يفتي بلا علم فقد افترى على الله الكذب، والذي يفتي بلا دراسة فقد افترى على الله الكذب. أنا عندما أذهب إلى الطبيب في أدق الأشياء، هل هذا أنا عيني مريضة أذهب إلى طبيب أطفال؟ طيب ما هو ده يرجع يا فضيلة الشيخ، معلش يعني نقطة للدعاء اللي تم فتح باب المساجد والزوايا ليهم وهم على غير علم ومش مؤهلين، مش بس باب المساجد، باب القنوات الفضائية يا سيدة الفاضلة. عندما يعني يختلط الحابل بالنابل تضيع الحقيقة. الأزهر كجامع وجامعة لم يغلق أبوابهما على مدار التاريخ، ولولا الأزهر في زماننا هذا ما وجدت قولا وسطيا واحدا في هذا الزمان. الأزهر من خرج المرأة العالمة المفتية، الأزهر من خرج الشباب المسلم التقي الورع. ولكن هل هذا الشباب أو هذا الخريج أخذ دوره في هذه الحياة؟ نحن نحارب لا باعتبارنا أزهر، ولكن باعتبارنا علماء الأزهر. حرب لا تتخيليها منذ أن دخل نابليون إلى مصر
مرورا بكل الأشياء، حتى أنهم جعلوا قنوات خاصة لهدم الدين، باسم الدين هدموا الدين. تخيلي لو قلت لك ما يقال أو ما قيل في هذا الزمان الماضي ولا نستطيع فعل شيء، نحن دعاة ولسنا قضاة. فإذا كان أمر القاضي أن يسمح لهؤلاء هو شأنه. طب ما أكيد أكيد في مثلا دور تاني ممكن تقوم بيه، يعني حاليا على ما الآن إن في دار الإفتاء هتتعاون مع الأزهر الشريف لإصدار كتيبات. لا ليس هذا فقط، ليست كتيبات فقط. ما أنا بس عايز أتكلم في نقطة الكتيبات. الآن هناك أمر جل وعظيم، الأزهر، الأوقاف، الإفتاء، هذه الثلاثة أصبحت في بوتقة واحدة بعد أن كان كل يغني على ليلاه. الأوقاف الآن مش عاوز أشكر في الوزير قوي لأنه حبيبي يعني، ولكنه بخطوات واسعة ثابتة وراسخة في زمن بسيط استطاع أن يطهر الأوقاف، وهو الآن في طريقه إلى الاستكمال. ألا يخرج إلى المنبر إلا عالم، عالم أزهري معه تصريح. هذه واحدة. الأزهر أقام قنوات دعوية، الآن ما في أسبوع إلا وتخرج ويخرج حوالي 50-60 عالم من الأزهر يطوفون أنحاء الجمهورية في الأماكن اللي بنسميها أماكن ساخنة. الأوقاف والأزهر والدار الإفتاء يقومون بدور أكبر، وهو مراجعة كافة الفتاوى التي تصدر وتصحيحها. هذا الأمر لولا أن صاحب القضاء في مصر الآن هو حبيب لهذا الدين ما استطعنا. فنحن كما قلت في البداية نحن ندعو إلى الله على بصيرة وبوسطية كاملة، فإذا سمح لنا تقدمنا، إنما إذا تقدم غيرنا وسمح له مضينا عاما كاملا. حضرتك تتكلم عن الفترة اللي فاتت. مضينا عاما كاملا ولن أحكي ولن أقول شيئا أكثر من هذا. طيب هي أما أحد الوزراء في الأوقاف تقولين له شلت فلان وفلان وفلان ليه، يقول لك تعليمات. تعليمات من مين؟ تأتيه التعليمات من مكتب مش عارف إيه فينفذها ويخرب الفتوى ويخرب المساجد من أجل تيار واحد رضى أن يقتل هذا الشعب. طيب هو دكتور علوي يعني هي الخطوات اللي بتقوم بها كافة الجهات، يعني وزارة الأوقاف والأزهر وما إلى ذلك، أكيد خطوات محمودة وتشكر عليها، لكن إحنا بنعيش زي ما بيقولوا ثورة معلومات وثورة تكنولوجيا، ومعظم الشباب اللي يمكن للأسف مضلل وما إلى ذلك وبينساق وراء فتاوى مضللة هو قاعد طول النهار على جهاز الكمبيوتر الخاص بيه على مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك وما إلى ذلك. هذا ما نحن فيه الآن. أنا أحب أقول لك أن بالتحديد دار الإفتاء في المصرية فيها الآن كل لغات العالم تترجم الفتاوى الصحيحة والكتب كمان والكتب الصحيحة وتوزع، ليس الكتب فقط ولكن على النت وعلى وعلى وعلى. الآن في صحوة نرجو أن تستمر، نرجو أن تظل الأوقاف والأزهر والإفتاء على هذا المنوال. ولكن بقي أمر خطير وهام، علماء الأزهر وعلماء جامعة الأزهر أين دورهم؟ ليس دوري فقط أن أخرج إلى المنبر أو أخرج إلى المؤتمرات والندوات، لا، أنا أريد لهذا العالم أن يذهب اليوم قبل غد إلى كل شاب في كل موقع. ما في قرية إلا وبها عالم، ما في نجع إلا في عالم،
لا تجلس في بيتك وتترك الناس، اخرج.